طيب اخر فيديو يلي هو اخر بارتي بهيدا الشابيتر يلي هو اون اوتيليزون لي كوردوني سفيريك. اوكي هلا هيدي الرسمه انا كثير حبيتها كرمال الشخص اذا الناس يلي بتضيع بالكوردوني الفرق بين الكوردوني سيلندريك وسفيريك. هيدي بقلبها ثلاثه عندك مثلا البوان هيدا ام هيدا البوان سوري بي هذا البوان بي شو عنده كوردوني ريكتانجولير كوردوني ريكتانجولير هي اكس او كوردوني كارتيزيان اكس ايغريك وزد. اوكي كوردوني سيلندريك كيف قلنا بنحدد الكوردوني سيلندريك هو هيدا البوان عنده زد لايك زد بنعمل البروجيكسيون للبي على البلان اكس ايغريك بيطلع معي البوان ام افترضوا هذه البوان ام هو البروجيكسيون خليني اكتبها هون ام هيدي البوان ام اوكي هيدا البوان ام بصير في عنده تيتا وار يعني كوردوني بولار تحت اللي هو تيتا الانجل بين الاكس دي زيكس البوزيتيف والاو ام اوكي هيدا الكوردوني سيلندريك. طب شو هن الكوردوني سفيريك؟ الكوردوني سفيريك هن هيك البوان بي اول كوردوني هو رو الرو هو الديستانس من او لبي اوكي من او لبي بعدين عندي الفي الفي هي الانجل بين الاكس دي زد الاكس بوزيتيف دي زد وبين او بي هيدي الانجل فيها تكون بين 0 وبي ما فيها تتخطى هيك بس بين 0 وبي تمام طيب والتتا بالاخر هلا بالاخر بعمل البروجكسيون للبي لتحت بتطلع ام التتا هي ذاتها تبعيه السيلندريك وتبعيه البولار اوكي يعني الانجل انتر الاكس دي زيكس والاو ام اوكي فهي رو في تيتا الفي هي هيك كيف عم تقلب لك وتحت الرسمه كيف الفي هي هيدي كيف هيك الانجل كيف التيتا من تحت والرو هي طولها لهيدي اوكي فهيك الرو والفي والتيتا هن الكوردوني سفيريك وما بدنا ننسى انه التيتا فيها تكون بين 0 و 2 بي التيتا بين 0 و 2 بي بس الفي بس بين 0 وبي اوكي والرو بوزيتيف هلا في شغله انه هو في علاقه بين الار والرو شو هي انه انا هيدا الار طول هيدا شو فيني اعمل هون بهيدا التريانجل او بي ام فيني اقول شو انه السينوس للفي لانه هيدا الانجل فيه مثل هيدي بتكون هي كمان انجل فيه السينوس للفي شو هي ار سر رو طب هالشي شو بيعني اذا السينوس فيه هي ار سر رو معناتها الار فيني اكتب محلها رو فوا سينوس سينوس في اوكي بدنا نفرق هلا بين في والتتا سينوس في هذا الانجل اللي هون هي في اذا محل ار فيني اكتبها سينوس في ليكو كيف بيصيروا الكوردوني يعني الاكس بيصير فيني يلي هي قلنا ار كوسينوس تيتا صار فيني اكتبها رو سينوس في كوسينوس تيتا ليش لان الرو سينوس في هي عباره عن الار اوكي والاجرك شو فيني اكتبها نحن قلنا ار سينوس تيتا يعني رو سينوس في سينوس تيتا لكن هي ان كوردوني سفيريك الاكس بتصير رو سينوس في كوسينوس تيتا والإجرك بتصير رو سينوس في سينوس تيتا أوكي؟ ناقص آخر شيء الزد شو بتصير؟ الزد هو هيدا الطول بنفس التريانجل هي بدي استعملها الكوسينوس في الكوسينوس في شو هي زد سر رو لكن الزد هي رو كوسينوس في هول بدنا نحفظهم أوكي؟ لكن أنا هلأ بالانتجرال تريب لما بدي استعمل الكوردوني سفيريك مطرح إكس شو بدي حط؟ بدي حط رو سينوس في كوسينوس تيتا مطرح إجراج رو سينوس في سينوس تيتا ومطرح زد رو كوسينوس في هولي الكوردوني سفيريك وبدي انتبه مين الفي ومين التيتا التيتا مثل كالعادة مثل كل مرة التيتا هي اللي تحت كيف عم تبرو بين 0 و 2 بي الفي هي بين 0 و بي هي الانجل مع الزد كيف مايلة من فوق اوكي تمام لكن هاي اول شغله تماما مثل قبل شو عملنا عرفنا انه انا كيف بدي احول اكس واجراج وزد ان كوردوني سفيريك الايتاب الثاني انه انا بدي اشوف الجاكوبيان يعني انا اذا معي بالانتجرال تريبل دي اكس دي اجراج دي زد هي شو بتصير لما بدي احولهم لكوردوني سفيريك هون بصير بدي كمان بتصير دي رو دي في دي تيتا بس بدي اضرب برو كاري بدي اضرب برو كاري سينوس في لايك يعني بتصير رو كاري
بتصير الفونكسيون تبعيتك بتحولها لكوردوني سفيريك وبتصير الجاكوبيان رو كاري سينوس في، يعني على طول بدنا نضرب برو كاري سينوس في لما بدي احول لكوردوني في سفيريك، دي رو دي في دي تيتا. عظيم عرفناهن. لكن قبل بالسيلندريك شو كانت؟ كنت عم حط محل اكس ار كوسينوس تيتا، محل ايجراج ار سينوس تيتا، وزاد بتدل زاد، ومحل دي اكس دي ايجراج عم حط ار دي ار دي تيتا. هلا صار مطرح اكس شو عم نحط؟ كمان عم نحط رو سينوس في كوسينوس تيتا، محل ايجراج رو سينوس في سينوس تيتا، واخر شيء زاد رو كوسينوس في. ومطرح دي اكس دي ايجراج دي زاد عم حط رو كاري سينوس في دي رو دي في دي تيتا. اوكي هلا انا اوكي عرفت هدول المعلومات، هلا كيف بدي حل الانتجرال تري؟ كمان عندي اتاب، انا عندي رسمه واحدة بس بدي اوريكم اياها. اول شيء بدي اعمله كالعاده بدي ارسم الدومين تبعي. رسمت الدومين تبعي، بدي ارسم البروجكسيون لهالدومين تحت، او على القليله اذا ما ارسمه ارسموه على القليله اتخيلوا وتكون متخيلته واضحه، يعني تكون صورته واضحه براسي شو هي البروجكسيون على البلان. اوكي على البلان اكس واي. هلا شو بدي اعمل؟ بدي ارسم ليني دروات، او منقول له ريون اذا بدكم هيك طالع فلاش. اوكي طالعه من الاوريجين او وفايته بالدومين تبعي، فايته بالدومين تبعي، عامله انجل اكيد في مع الاكس دي زد، فايته بالدومين تبعي. حتفوت من تحت بالسرفاس اسمها رو ايجال جي 1 دو في تيتا. مين جي 1 دو في تيتا؟ حسب بقى شو معي انا بيكون هو عاطيك شو هي السرفاس، بس عشان تتحولها لكوردوني سفيريك. وحتطلع من سيرفاس تانية اللي من فوق اللي هي رو ايجال جي 2 في ان فونكسيون دو في دو تيتا. هلا بنشوف اكزامبلات ما تعتلوها. فالمهم هي حتفوت من هون بجيب لها الايكواسيون تبعيتها ان فونكسيون دو في دو تيتا، وحتطلع من هون كمان بدي اجيب الفونكسيون تبع الايكواسيون تبعيتها ان فونكسيون دو في دو تيتا. هي عرفت الليميت تاعو للرو. هلا خطوه ثانيه، شو الليميت تاعو للفي؟ الفي بتغير من الفي مين للفي ماكس، يعني انا بدي اجي اشوف انا شو، يعني بدي ميل الاكس دي زد، بدي اشوف شو وين مبلشه. ليك مبلشه هون بالفي مين، هو مبين عندكم هون، واخر في وينيه؟ ليك على الفي ماكس. بتحطوا هي الليميت من وين لوين رايحه الصوره تبعيتي الدومين تبعي. اخر خطوه بدي نقي التتا على طول، التتا هي تحت، بعمل بروجكسيون لتحت وبشوف تتا عم تغير من وين لوين، بس هون غيرت من الانجل الفا للانجل بيتا. وليكون الانتجرال بيصير هيك، الفونكسيون تبعيتي بتصير ما بدي انسى اضرب برو كاري سينوس في دي رو دي في دي تتا، الرو عم تغير من هون لهون، الفي بين الفي مين والفي ماكس، والتتا بين الالفا والبيتا. تعالوا نعمل اكزامبلات عليهم. اوكي خلينا نروح على الكتاب، بس بدي اقول ملاحظه كثير مهمه بالكتاب، هن مسميين يلي فوق تيتا واللي تحت فيه، نحن ما حنستعمل هول النوتاسيونات. اوكي حتى ما نضيع على طول تيتا هي، حتى ما تضيعوا بينه وبين الكوردوني سيلندريك والكوردوني بولار، على طول حتى يكون النوتاسيون موحده، على طول تيتا هي اللي بالبلان اكس او واي تحت. فهيدي ما بدي استعمل النوتاسيون تبع الكتاب، بس اقلبوهم لما بتشوفوا هون بالكتاب فيه معناتها بنقصد فيها تتا، ولما بتشوفوا تتا بنقصد فيها فيه. لكن هيدي هي تتا واللي فوق هي في. اوكي هيدي انتبهوا لها تمام، فهو حنقلبها. طيب خلينا ناخذ اكزامبلات، حناخذ اثنين اكزامبل. يلا اول اكزامبل هيدي، ايه صحيح في شغله كمان ما قلتها، انه انا ان كوردوني سيلندريك معي x2 + y2 = r2 صح؟ En coordonnée sphérique, x2 plus y2 plus z2 هي رو 2، لأن فعلاً الرو هي كأنها عم تعبر عن الريون. أوكي؟ فهي رو 2. أو يعني x2 plus y2 لحالة هي R أو كاري. الR بس مين الR؟ يعني الـ OM اللي من تحت. بس هي أنا ما عنديها هون بالسيلندريك. بالسفيريك x2 plus y2 plus z2 هي رو أو كاري. اوكي هي الرو او كاري، وفيكم تجربوا تعملوها معكم الاكس ومعكم الايجريك ومعكم الزد، اعملوا كل وحده او كاري واجمعوها مع بعض حتطلع رو او كاري. اوكي هيدي كثير مهمه، لكن غير اني اعرف اكس وايجريك وزد شو هن ان فونكسيون دو رو في وتيتا، مهم كثير اني اعرف انه اكس 2 بلس ايجريك 2 بلس زد 2 ايجال رو او كاري. اوكي اذا عم استعمل كوردوني سيلندريك بس بشيل اكس 2 بلس ايجريك 2 بحط محلها ار او كاري والزد بتركها. اوكي طيب هات لنشوف هون شو عندي الدومين. عندي الدومين تبعي x2 + y2 property equal to z2
x2 plus y2 plus z2 plus petit ou égal à 1 ou z positif. يلا خليني اشوف كل ايكواسيون لحالها شو هي. x2 plus y2 plus z2 plus petit ou égal à 1 لو كانت égal à 1 هيدي السفير صح؟ لكن خليني اذكركم فيها. لكن x2 plus y2 plus z2 égal r au carré هيدي السفير de centre 0 0 0 ou de rayon 3 يعني الرسين كاري لل 9. هون إذا بقول x2 plus y2 plus z2 égal 1 هيدي السفير de centre 0 0 0 ou de rayon 1 الرسين كاري لل 1 اللي هي 1. فأنا هون عندي ليكو خليني هيك ارسم فوقها. فانا هيك عندي سفير دو ريون 1 عظيم هي مبرومه برن تمام اوكي. شغله ثانيه عندي x2 plus y2 plus plus petit ou égal à z2 خلينا نتخيلها ايجال x2 plus y2 égal z2 مين هي هيدي الكون نعرف على الكون ف x2 plus y2 plus z2 هي الكون من فوق ومن تحت. بينما لما بقول x2 plus y2 plus y2 plus petit ou égal à z2 هلا مرقت معنا من شوي. اذا z او كاري كانت plus grand ou égal à x2 plus y2 معناتها انا جوا الكون مش برا انا جوا الكون. وفيكم تجربوا نقطه لتتاكدوا وهي اول مره بتمرق معكم خلص بتصيروا بتحفظوها. لكن z او كاري plus grand ou égal à x2 plus y2 هيدي معناتها انا جوا الكون. فلكن انا جوا السفير وجوا الكون فهي بيناتهم. فأنا تخيلوا السفير والكون فأنا حيفضل معي هيدا بس خليني امحي السفير. فأنا حيفضل معي هيك هي فعليا كمان في من تحت قصة يعني في لك فاية من تحت كمان بس لأنه قال لي زد بوزيتيف فأنا ما طلعت على الشقفة التحتانية من الكون طلعت بس على الشقفة الفوقانية أوكي. يعني أنا أبقصد لو ما قال لي زد بوزيتيف كان طلع معي رنين بوزة هيدي كأنك رنين صح؟ كتلاقي معي قرن بوزة واقف لفوق وواحد هيك لتحت كمان بس لأنه بس الزاد بوزيتيف فبس خدت القرن اللي لفوق أوكي؟ فأنتوا تخيلوا معي كون ومعي سفير فأنا بدي جيب بيناتهم فهيدا اللي بيناتهم هيدا اللي بين السفير والكون بدي جيب كل شي جوا هيدا قصدي هيدا الدومين تبعي أوكي؟ وفيني أنا كمان شوف الانترسكسيون بيناتهم حتى أعرف وين هم بيلتقوا وين بيلتقوا هيك لنشوف بدي شوف الانترسكسيون بين x2 plus y2 plus z2 إيجال 1 و x2 plus y2 إيجال z2 أوكي؟ x2 plus y2 هي حتطلع حتطلع x2 plus y2 فيكم تكتبوها هون 1 موان z2 فهون حتطلع 1 موان z2 تصير لهونيك 2 z2 إيجال 1 فبتطلع z2 إيجال ان دومي زد ايجال ان سور لراسين للدو يعني انا بقصد حتى اشوف الانترسكسيون هون هيدي اي زد مع انه هون ما لازمت لي بس انا بس عم جرب شوفها يعني انا هيدا الخط تبع السيركل جاي على زد ايجال ان سور راسين كاري للدو. هلا انا عملت الكالكول براسي بس انتم جربوا اعملوها بتعرفوا كيف نجيب انترسكسيون. اخذت اكس 2 بلس واي 2 ايجال 1 موان زد 2 حطيتها بقيمتها هون وطلعت الزد شو هي فطلع لي الزد تبع هيدي بس هيك معلومات زياده ما اكثر بس انا ما بيهمني انا عرفت رسمتها بالاخير لهيك تمام. بعد ما عرفت رسمتها يلا شو الايتابات اكس 2 بلس واي 2 بلس زد 2 انا بدي احول كل شيء لكوردوني سفيريك هيدي هي رو او كاري يعني حتصير رو او كاري على بوسانس 3 دومي يعني رو على بوسانس 3 ليكا هي هيدي رو على بوسانس 3 ولانه عم حولها لكوردوني سفيريك دي اكس دي واي دي زد حتصير رو كاري سينوس في دي رو دي تيتا دي رو دي تيتا دي في ليكي رو كاري سينوس في انتبهوا كل شيء تيتا قلبوه في كل شيء تيتا هيدا الفي هيدي الفي وهيدي التيتا اوكي كل شيء قلبوه. لكن هون صار عندي رو على بيسانس 3 ورو او كاري بيطلع رو على بيسانس 5 ناقصني هلا بدي اشوف الليميت تاعولي يلي بدي اعمله انا هون بدي طلع دروات من الاو طالعه لفوق يلا هيدي وين فايته هي اصلا على طول عم تبلش من الاو كيف ما برمتها للدروات من وين ما برمتها كيف ما عملت الدروات هي مبلشه من الزيرو فالرو حتبلش زيرو وكيف ما انتهت عم تنتهي على السيركل على طرف سوري مش سيركل سفير عم تنتهي عم تطلع من السفير هيدي سفير هي x2 plus y2 plus z2 equal 1 يعني هيدي رو كاري equal 1 يعني رو إيجال 1 فهي بتبلش من رو إيجال 0 بتطلع من رو إيجال 1 ليكا بتبلش من رو إيجال 0 للرو إيجال 1 هو الليميت تاعو للرو من الزيرو لل1 شفناها. طيب هلا الانجل في الانجل في من وين عم يبلش لوين عم ينتهي مين عم تبلش من الصفر
وتنتهي هون صح؟ خلي امحي هيك امحي هيك. اوكي خليني بس ارجع القلم. فانا عم بلش من هون، عم بلش من هون هيدي الفيمين يعني زيرو لونج، وعم تنتهي هون هيدي انت هي احفظوها اذا بدكم. الكون يلي هي هيك اكس 2 بلس واي 2 ايجال زد 2 هي الكون يلي تبعيت نحن اذا بتتذكروا كيف رسمناها، خليني بس شيلها شوي لهي. اذا بتتذكروا كيف رسمنا الكون هي كانت عن طريق الذروات y إيجال x وz إيجال لكن لا الكون ليك z إيجال y وz إيجال x. هيدي الذروات هي قلنا البريمير بيساكتريس، البريمير بيساكتريس هيدي الانجل بينها وبين الاكس تي زد هيدي بيكون 45 درجه. فمشان هيك انا هون بعرف انه هي الانجل بي اوفر بي بي سور 4. اوكي الكون يلي هي x2 plus y2 إيجال z2 بيكون الانجل اللي عاملتها هون مع الاكس دي زد هو بي سور 4. فلا الفي هي انتر 0 اي بي سور 4 ليكا انتبهوا تتا هي الفي يعني في هي انتر 0 اي بي سور 4. هلا اذا بدي اعمل بروجكسيون لهيدي على البلان x او y حتطلع معي الديسك، حيطلع معي ديسك. طلع انتم تخيلوا مع عندكم قرن بوظه وطلع طلعتوا فيه من فوق، شو اللي بيبين عليكم؟ اللي بيبين عليكم المحيط تبع السيركل هيك راسه للبوظه، فبيكون بيبين عليكم هيدا السيركل تحت. اللي بيبين عليكم فعليا هو هيك ديسك. فهيدي الانجل هي التتا بين زيرو ودبي عم يلف حواليا كلياتها. فلكن تيتا هي انتر 0 و دو بي، في انتر 0 اي بي سور 4 والرو بين الزيرو والان. هون الانتجرال فيني افصلهم لانه معي كل وحده لحال وبنقدر نجيب الانتجرال بطريقه طبيعيه. اوكي كالعاده في شيء غلط هون، انتبهوا انه كل شيء تيتا لبوله فيه وكل شيء فيه بيصير تيتا. التيتا هي انتر 0 اي دو بي، الفي هي انتر 0 اي بي سور 4، هيدي 0 اي بي سور 4 في غلط بقلبها. تمام طيب خلينا ناخذ اسا اكزامبل هات لنشوف. عندي كوردوني سفيريك عم يقول لي الدومين هو الزد بوزيتيف يعني انا عم شوف من فوق بس، وعندي اكس 2 بلس واي 2 بلس زد 2 انتر 1 اي 4. لو قلت اكس 2 بلس واي 2 بلس زد 2 ايجال 4 كانت السفير دو ريون 1. لو قلت x2 plus y2 plus z2 إيجال 1 كانت السفير دو ريون 1. فأنتر 1 و 4 يعني هن بيناتهم، يعني عندي السفير الجوانية والسفير البرانية يلي بيناتهم بس اللي بيناتهم والنص الفوقاني لأنه z positive، فبس اللي بيناتهم بس هي البارتي بس هي جوا فاضية ما بدي اللي جوا عنه. يلا رسمناها كمان هون. يلا هات لنشوف رو. بدي بلش ارسم خط، بدي ابلش ارسم خط طالع من جوا من الزيرو، مبلش من الاو وقاطع الدومين، قاطع الدومين تبعي. فانا هيدي الاو وبدي اقطع الدومين تبعي، حيفوت من هون. انا هون فراغ انتبهوا، هون ما عندي شيء، انا بس هون عندي ريجيون. اوكي حيفوت من هون ويطلع من هون. هيدي مطرح ما فات، هيدي الايكواسيون تبعيتها x2 plus y2 plus z2 equal 1 يعني رو كاري equal 1 يعني رو equal 1 فاتت من رو equal 1. وهي الايكواسيون تبعيتها x2 plus y2 plus z2 equal 4 يعني رو كاري equal 4 يعني رو equal 2. فالرو حتغير من 1 ل 2 ليك هي الرو حتغير من 1 ل 2. طيب شو اسمه الفي عم تبلش من هون وشو اخر شيء هون، فهي من 0 لبي سور 2 يلي هي مطرح تيتا. انتبهوا لهيدي اوكي. فالفي هي من 0 لبي سور 2. التيتا تبعيتي البروجكسيون على لهيدا الشيء على الدومين تبعي حيطلع لي كمان انه انا عندي التيتا عم تلف من 0 لدبي. التيتا تبعيتي عم تلف من 0 لدبي يعني حواليا كلياتها في رسمه من 0 لدبي. اوكي فكمان نفس الشيء ما بدي انسى ابدا انه انا غير ال اعمل الشانجمون دو فاريابل اكيد جوا. خلينا نشوف الانتجرال معي الزد يعني مطرح زد شو بدي احط، بدي احط رو كوسينوس في دي اكس دي واي دي زد
هي رو كاري سينوس في دي رو دي في دي تيتا لك هي. فهيطلع سينوس في كوسينوس في دي في، وعندي دي تيتا هون والرو كوب لأنه عندي رو ورو كاري. فيني أعمل الانتجرال صار كأنه انتجرال سامبل كل واحد لحاله، فيكم تحلون وتطلعوا الجواب تبعه. بس ملاحظة أخيرة قبل ما سكر، إنه أنا اللي بحبه بالرسمات هون إنه هو بيعطيك الانترسكسيون مع البلانات حتى تشوف إنه هي كيف شكلها عن جد. ليك قطعها ببلان من فوق ورجيك إنه من فوق عندي السيركل كله كامل، بينما هون لا، في عندي هوني فراغ. ليك عمل لك إياها بيضة إنه أنا هون مني أخذتها، أوكي؟ وهيدي البروجيكسيون تبعيتها على البلان عادي بيطلع الديسك كمان. هتقولوا لي كيف ما في هون فراغ؟ حقلكم بس إيه ليك وفي فوق معبى، فأنت لما حتشوفها من فوق حتشوفها عادي ديسك. وهيدا كل شيء، هيدا كل شيء. وانا كثير بفهم انه يمكن تلاقوا شوي صعوبه فيهم، مش صعوبه، هن سهلين عن جد سهلين. هل هو كافي انه نعمل اثنين اكزامبل لكل شيء؟ اكيد لا، منه كافي اكيد لا. مشان هيك نحن بالاخر حنعمل اكزرسيس سوبلمنتير بي عن طريق سيشنات، حتشوفوا حتى تشوفوا دغري هو على اي مساء بيجي، اوكي؟ فما تعتلوا هم اي شيء، انا بيهمني بس تفهموا هدول وبعدين حنعمل اكزرسيسات يكونوا كافيين لحتى هيك نستوعبها. طيب بلكي اذا الله رد نشوفكم اثنين او ثلاثه هلا نتفق على الجروب، لانه بما انه انا حنزلهم اليوم تيكون معكم وقت لتدرسون، هيدا واحد. واثنين انا يمكن يكون عندي شيء ثاني. يلا جود لك لكم.